الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. أهلا وسهلا ومرحبا بعشاق الأسود الأطلس. اليوم 23 شهر في شهر 12 ووحيد خليلوجيتش ناخب الوطني على اللائحة ديال 23 لعبة لاعب في ولكان، وقال كسيدي عدي هو 30 وخلى واحد 7 في الاحتياط، يعني يقدر يجوشي حتى 30 في الشهر. عاد اللائحة ديال 28 لعبة و 23 لعبة تريني بهم. دابا تعرف بأن المنتخب المغربي كيحتل مرتبة 28 عالميا ب 1525.5 النقط. هاد اللائحة ترتيب كيحتل المرتبة الثانية إفريقيا. السي فوزي قشع، المنتخب المحلي ما دار والو في كأس العرب، نهزمنا مع الجزائر بضربة ترجيحية في الربع النهائي والمغاربة ما عجبهمش الحال. سي واحد خممت وديتي وجبتي وما عرفش شنو حطيتي. كما نقول لكم هذه اللائحة القديمة وقعش عليها شي تغيير بزاف، كذا اللي جد اللعابة اللي تغيروا جداد. كالعادة حارس ياسين بونو، منير الكاجوي، وأنس جنيتي. أنس جنيتي مغاربة معصبين عليك، حتى الرجاوي يتعصبوا عليك البارح. بونو قدم مباراة رائعة ضد فريق برشلونة. منير كاجوي بعد العودة ديالو إلى عرين الفريق ديالو هاتا سبور، نتمنى له التوفيق مع الأسود. أنس جنيتي صفرتيها والله أعلم. بالنسبة للديفونسور ديفونسور سنترال، هنا سنتخود اللاعبين هما كنا كنتمنى يكون بدل بانو، ما عرفناش ما عيط لهش شي، ما عجبوش الحال، كيقول لك بان هو مزيان وما كيعيط لهش. شكله سامي مايي، غانم سايس، نايف اكرد. غانم سايس عميد الفريق بدون عميد المنتخب بدون منازع. نايف اكرد اللاعب مع بدون منازع. سفيان شكله بوانت انتروغاسيو، ولكن كيعتمد عليه كيلعب 3 5 2. جواد يميق كيقدم مستوى ممتاز. شوفوا لي زاغيير معيط على 4: اشرف حكيمي، سفيان كرواشي، سفيان الكاروني، ادم مسينا. ادم مسينا تضرب ودابا عاد رجع، باقي واش برا ولا ما براش، هو قالك عجبو نشوف اش كاينه. اشرف حكيمي هو اللي عندنا دابا. سفيان الكاروني خاصو تخدم بزاف. سفيان هذا قلت لكم اللاعب ديال الميت وما نعرفش غيوقع. لي ميليو ها هما 7: سفيان مرابط ما كيلعبش رسمي في الفرقه ديالو، ايمن برقوق ما كيلعبش رسمي في الفرقه ديالو، فيصل فاج كيلعب رسمي، إلي الشاعر كيقدم مستوى كبير، عمران لوزا يلعب ما يلعبش قلق دابا فيه كورونا. سليم الملح كان مضروب وعاد رجع البارح، خسر ضد فريق لا كونتواش في ربع النهائي ديال كأس بلجيكا أمام طريق التجزئة ديالي. طريق التجزئة ديالي 2 أهداف ضد سليم الملح وكيعيط له، وهذا اللاعب جديد ما كيعرفوش يدير الناس كاملين. نتمنى يكون الخير وفعل الخير على النخبة الوطنية اللاعب ديال أنجلز. بالنسبة لي ستاكو 7: موني الحدادي كيلعب وكيلعب رسمي ماشي رسمي، ها هو خاصو يمشي، ها هو خاصو يبقى. سفيان بوفال كيقدم مستوى كبير، قال لك اسيدي داخل الوطني خاصو يدير كشي، خاصو يدير مراوغات في مربع العمليات. ريان مي ممتاز، ايوب كعبي ممتاز، يوسف النصيري عاد من الإصابة ولعب ضد برشلونة ودخل في الدقائق الأخيرة. أبدي كيلعب في البارسا اللي عيط ليه. تشكيلة المنتخب المغربي حسب ديالي نتمنى تكون صحيحة: بونو في الحراسة المرمى، رومان سايس كعميد، نايف أكرد هادو في وسط ديال الدفاع،
في الجناب كاين أشرف حكيمي، أدم مسينا، غير بيردو دي بال أمرابوت، قداموه على اليمين البرقوق، على الشمال لوزا، وكاس على الألعاب إلي الشاعر لي زيتاكو دو بوان جوج هو ريال مايي أيوب كعبي. أو نخليكم نتوما ديرو التشكيلة ديالكم الأحباب، ونخليكم شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء. نودي القصر يحييكم. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.